من المواقع المحلية متنفذون يبسطون على مقبرة بعدن. وفي الصحافة العربية عدد اليمنيات في سوق العمل يزداد كل يوم. وفي المنوعات الصين تغسل أدمغة مئات الآلاف من المسلمين في مراكز الاعتقال. في معتقلات ميليشيا الحوثي كم من أي بلاد، من السنغال أو كينيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو مصر أو السعودية أو فلسطين، سيجيء يوم وتفرج عنك الميليشيا. المهم ألا تكون يمنيا، فذلك يعني أنك لن تخرج إلا إلى المقبرة. موقع الصحوانيت يورد خبرا عن آخر من أفرج عنهم الإفراج عن أردنيين كان محتجزين لدى ميليشيا الحوثي بصنعاء. المملكة الأردنية أعلنت الإفراج عن اثنين من رعاياها كان محتجزين لدى ميليشيا الحوثي بصنعاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، غادر ثامر قطشات وحمدي ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ 7 من نوفمبر 2019. أوضح الفايز أن احتجاز المواطنين الأردنيين جاء لدى وصولهما إلى صنعاء في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن. وأشاد بتعاون كوادر الأمم المتحدة وخاصة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن للإفراج عن المواطنين الأردنيين. أطلقت فتاة يمنية النار على مسلحين حوثيين حاولوا نهب مزرعة والدها في إحدى مناطق محافظة إب وسط البلاد، ما أدى لإصابة اثنين منهم. وعنوان موقع المصدر أونلاين، إب: فتاة يمنية تطلق النار على مسلحين حوثيين حاولوا نهب مزرعة والدها وتصيب اثنين منهم. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن عنصرين من ميليشيا الحوثي أصيبا بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل فتاة في إحدى البلدات بمديرية السبرة جنوب شرقي محافظة إب. وأضاف المصدر أن مسلحي الميليشيا قدموا إلى قرية عدن الزهور بالسبرة وأرادوا من والد الفتاة فارع الزهري جبايات مالية، حيث كان الأب خارج المنزل. وأشار المصدر إلى أن مسلحي الميليشيا اتجهوا إلى المزرعة لنهبها، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الفتاة التي باشرت بإطلاق الرصاص على المسلحين عقب اعتدائهم على المزرعة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم. وبحسب المصادر فقد نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم خطف والد الفتاة بعد الحادثة وإيداعه أحد سجون الجماعة بمديرية السبرة. الحرب التي لم تكن، تحت هذا العنوان كتب علي أحمد العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: تعلم الدنيا كلها من الذي يمتهن الحرب ويتباهى بالموت، وإن كان على حساب خراب اليمن وشتاتها وتفرق أهلها. ويعلم الجميع من الذي اجتاح عاصمة اليمن صنعاء وتوسع بعدها في أرجاء البلاد، ولا تزال الذاكرة طرية وتتذكر كل المواقف داخليا وخارجيا وسوء التدبير والتقدير الذي أفسح المجال للميليشيا الغاشمة حتى استولت على مؤسسات الدولة وعلى كل السلاح الذي استبشرت به وابتهجت كمن يحصل على كنز لا يقدر بثمن. غاية الحوثية فرض نفسها بالقوة ووسيلتها العنف والسلاح. وندرك أن حرب السنوات الخمس الماضية مع الحوثيين تمت بكيفية غريبة وعجيبة وقاصرة، وصورت للكثيرين أن الحوثي قوة ضخمة أو أنه مؤيد من السماء مثل ما يتوهم أو يوهم أتباعه، حتى أن هذه الحرب ذكرتنا بحرب يمنية سابقة تحدث عنها أحد الأجانب المشاركين فيها في كتاب بعنوان الحرب التي لم تكن. وصحيح أن الدمار جراء هذه الحرب مهول، لكن الحرب في المجمل لم تتم إدارتها بكفاءة وفعالية كافية، وبالتالي لم تكن ناجزة كما يجب وكما كان متوقعا. كان بالإمكان إعداد وتجهيز وتسليح جيش يمني واحد من كل مناطق اليمن بمهنية عالية وعقيدة عسكرية وطنية جامعة، ولو تم ذلك لكنا جميعا الآن في صنعاء. لكن وللغرابة فإن ذلك لم يتم، وبدلا عنه تم تكوين النخب والأحزمة وأمراء الحرب والميليشيات المتعددة المتناحرة، وكأن تمكين الحوثي هو الهدف وليس هزيمته.
ويشاع أحيانا بأن الاستعداد للقتال ليس متوفرا عند خصوم الحوثي، لكن يدحض ذلك الاتهام الظالم كثرة ونوعية الأبطال الأحباء الذين جادوا بحياتهم وقضوا نحبهم ولكن في مواقع وجبهات بعيدا عن صنعاء. قد يجنح الآخرون مع الحوثي إلى شكل من أشكال التهادن ولو لبعض الوقت، أما اليمنيون فقدرهم استمرار المواجهة والصراع مع هذه الجماعة الأصولية المارقة بكل الصور الممكنة حتى تسلم بأنها لن تفرض إذلالها وعقيدتها الضالة وسلطتها الغاشمة واستعبادها اليمنيين بالدجل والتضليل والسلاح. حتى الموتى في عدن لم يسلموا من الاعتداءات، حيث أقدم مسلحون على البسط على أرض مقبرة. عنوان الموقع أو موقع عدن الغد، هذا الخبر ليس من أخبار الخيال العلمي بل واقع تعيشه عدن. متنفذون يبسطون على مقبرة بعدن، وقال الموقع إن الفنان والممثل المعروف ناصر العنبري لم يكن يدر بخلده أن مقطعا تمثيليا قصيرا نفذه قبل عامين حول تعرض مقبرة للبسط في عدن سيتحول إلى حقيقة معاشة. كان العنبري قد أنتج فيلما قصيرا ناقش فيه عمليات البسط على الأراضي بعدن، وذهب الرجل بخياله إلى تخيل أن مقبرة أموات تتعرض للبسط، لكن تطورات الأحداث في عدن حولت الخيال السينمائي إلى واقع معاش، حيث قام نافذون بعملية بسط على مقبرة أبو حربة الكبرى بعدن، وبدأ النافذون عمليات بناء داخل المقبرة في واقعة صادمة بكل المقاييس. وكانت جميع الأماكن العامة والمساحات والمواقف بعدن قد تعرضت لعمل بسط كبيرة، وشهدت عدن أعمال بسط هي الأضخم والأسوأ بتاريخها. توفي في أحد مستشفيات مدينة تعز كبير المصححين اللغويين في الصحافة اليمنية طه عبد الصمد العريقي بعد تدهور حالته الصحية. وعنون موقع على الحرف 28 وفاة كبير المصححين اللغويين في الصحافة اليمنية إثر تدهور حالته الصحية. وذكرت مصادر صحفية محلية أن حالة العريق الصحية شهدت خلال الفترة الأخيرة تدهورا كبيرا أدخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات تعز. ونعت نقابة الصحفيين اليمنيين وفاة الصحفي والمدقق اللغوي في صحيفة الثورة عطاها عبد الصمد المعلم الذي أثر العمل الصحفي واللغوي خلال مسيرة حافلة في مجال تخصصه. وقالت النقابة في بيان مقتضب بهذا الرحيل المفجع للفقيد الذي تجاوز العقد السادس من عمره، خسرت الصحافة اليمنية أحد جنودها المجهولين الذين أفنوا وقتا طويلا من أعمارهم في خدمة المهنة وتطويرها. ويعد طه عبد الصمد من كبار المصححين اللغويين في اليمن، وتعلم على يديه الكثير من الصحفيين والمدققين اللغويين، وعمل أيضا في عدد من الصحف المحلية أبرزها صحيفتا الثورة والوحدة. روجر كوهين من صحيفة نيويورك تايمز كتب مقالا عن شرق أوسط جديد لجيل ما بعد طائفي، وقال في جزء من المقال: تهدج صوتها وغلبت الدموع زينب ميرزا التي تحاضر في دراسات السياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت. كانت تبكي من أجل صحوة لبنان وقالت: بطريقة ما كنا في غيبوبة في السابق، ثمة شيء ما يحدث في الشرق الأوسط. الناس من بيروت إلى بغداد نزلوا إلى الشوارع مطالبين بأن تحل الأمم محل الطوائف. قوبلوا بالرصاص في العراق وقوبلوا بالضرب في لبنان، لكنهم ما زالوا هناك. جيل جديد سئم من الطرق القديمة، والحديث يدور عن الثورة، والأمة هنا تعني الوحدة وليس القومية. العلم اللبناني والعلم العراقي يحضران في كل مكان، رمزا للمطالبة بالحقوق الفردية في دولتي قانون. منذ ما يزيد قليلا عن قرن من الزمان أسفر التقسيم البريطاني والفرنسي في سايكس بيكو لأراضي الإمبراطورية العثمانية المنهارة عن دول ضعيفة بحدود تعسفية، ودفع الكثيرون ثمنا هائلا. سوريا في حالة خراب، والناس سئم تماما من التلاعب الطائفي بالسياسة واستغلاله لإخفاء السرقة والفساد واستيلاء النخب الأوليغارشية على الدولة، سئم من استغلالهم بالخوف، سئم من استنزاف الروح من حيواتهم. أخبرت ميرزا طلابها وهي تستجمع نفسها كيف أنه من غير الطبيعي رؤية طرابلس السنية في شمال لبنان، وهي معقل للمحافظين، وهي تقف كتفا إلى كتف مع النبطية الشيعية في الجنوب. وقالت ميرزا: هناك إدراك لحقيقة أن الألم نفسه موجود في كل مكان،
يبدو مثل هذا الهوس بالهوية الذي يقف في طريق تحقيق المواطنة المشتركة مفارقة تاريخية بالنسبة لأعضاء جيل من شباب الشرق الأوسط نشأ في عالم الإنترنت الذي بلا حدود، وهم يريدون حكومات شفافة مكرسة لرفاهية مواطنيها وليس للإثراء الشخصي. دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها معظم اليمنيين منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو 5 أعوام دفعت نساء كثيرات إلى سوق العمل، والهدف إعالة عائلاتهن. وعلى الرغم من العادات والتقاليد التي تقيد حرية المرأة في اليمن، فإن عدد اللواتي يلتحقن بسوق العمل في تزايد مستمر، علما أن كثيرات منهن ذهبن للعمل في مهن كانت حتى وقت قريب حكرا على الرجال فقط. نهلة عبد الرحمن من هؤلاء النساء اليمنيات التي اضطرت للعمل في أحد المراكز التجارية في صنعاء كبائعة ملابس بهدف مساعدة أسرتها بعدما فشلت في العثور على وظيفة حكومية أو خاصة أخرى منذ تخرجها من الجامعة قبل أعوام. تقول للعربي الجديد إن عمل المرأة في اليمن كبائعة في المحال والمراكز التجارية يمثل تحدياً كبيراً بسبب العادات والتقاليد التي تقيد حريتها في هذا السياق وتمنعها من الالتحاق بسوق العمل. ولا تنكر نهلة أنها تتعرض بشكل مستمر إلى مضايقات، لكنها اعتادت مع مرور الزمن وباتت تعرف كيف تتعامل معها، فالأهم بالنسبة لها حالياً هو الاستمرار في العمل لمساعدة عائلتها. أما المختصة الاجتماعية هيفاء ناصر فتقول إن المجتمع اليمني لا ينظر إلى عمل المرأة كعيب، بل إلى بعض المهن التي لا يمارسها إلا الرجال غالبا، لكنها تستدرك اليمنيون لم يعتادوا مشاهدة المرأة في محل تجاري تخدم الزبائن، لكن عليهم أن يبدأوا بتقبل ذلك من اليوم فصاعدا. كشفت وثائق مسربة لأول مرة بالتفصيل قيام السلطات الصينية بغسل أدمغة ممنهج لمئات الآلاف من المسلمين الإيغور في سلسلة من معسكرات السجون شديدة الحراسة. وعنوان موقع البي بي سي: وثائق مسربة، الصين تغسل أدمغة مئات الآلاف من المسلمين في مراكز الاعتقال. ولطالما ادعت الحكومة الصينية أن المعسكرات في منطقة شينجيونغ الواقعة في أقصى شمالي غرب البلاد تقدم التعليم والتدريب الطوعيين، لكن وثائق رسمية اطلعت عليها بي بي سي تظهر كيف يتم حبس السجناء وتلقينهم ومعاقبتهم. ونفى سفير الصين لدى بريطانيا صحة الوثائق ووصفها بأنها أخبار مزيفة. وتم تسريب الوثائق إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي عمل مع 17 شريكا إعلاميا. ووجد التحقيق أدلة جديدة تقوض ادعاء حكومة بكين بأن معسكرات الاعتقال التي بنيت خلال السنوات الثلاث الماضية هي لأغراض إعادة توعية طوعية لمواجهة التطرف. ويعتقد أن حوالي 1 مليون شخص معظمهم من أقليات الإيغور المسلمين قد احتجزوا دون محاكمة. وتطلب التعليمات بوضوح أن تدار المعسكرات كسجون شديدة الحراسة مع الانضباط الصارم والعقوبات وعدم السماح بالهروب. وتوضح المذكرة أنه يتم إطلاق سراح المحتجزين فقط عندما يمكنهم إثبات أنهم غيروا سلوكهم ومعتقداتهم ولغتهم. غسان شربل يكتب مقالا عن الأجيال الجديدة من المتظاهرين الذين لا يعترفون بسلطات القمع، وأضاف في مقاله المنشور في الشرق الأوسط. في طهران استيقظ حسن روحاني باكرا، تقول التقارير أن الهدوء عاد إلى أكثر من 100 مدينة شملتها موجة الاحتجاجات. أخمدت العاصفة والنظام ليس مهددا، يبتسم. لا يعرف هؤلاء الفتيان الفارق الكبير بين النظام الإيراني والأنظمة التي سقطت على وقع قرع الطناجر والهتافات في الساحات. يقول في نفسه: إذا كان المرشد لم يسمح بسقوط نظام بشار الأسد في دمشق، فهل يسمح بسقوط النظام في طهران؟ ثمة أسئلة لا يستطيع طرحها على الرأي العام أو مصارحة المرشد بها. النظام ليس مهدداً، لكن لماذا يحتاج بعد 40 عاماً من قيامه لهذه الوجبات من الجثث لإسكات الناس كلما فاض غضبهم وتدفقوا في الشوارع؟ هل شاخت الثورة فعلاً؟ ولماذا يغرف هؤلاء الشبان من قاموس لا يشبه قاموسهم ويكاد يكون نقيضة؟ جيل لم تعد تستفزه عبارة الموت لأمريكا أو إعادة نشر صور الأمريكيين أسرى في سفارة بلاد في طهران. جيل لا يبدو معنيا بهذا الاشتباك الطويل مع الشيطان الأكبر. النظام ليس مهددا، لكن غربته عن الأجيال الجديدة تتعمق وكأنه يهرب إلى الأمام.
جيل يتحدث عن الفقر والفساد ومعدلات البطالة وحقوق الإنسان والبيئة والحريات والانخراط في ثورات العالم التكنولوجية والنوافذ المفتوحة في القرية الكونية. جيل لا يعترف بالخطوط الحمر التي اقتنع بها الآباء أو استسلموا لها. جيل يقرأ في كتب أخرى، يصدق رسائل هاتفه الذكي أكثر مما يصدق الناصحين والمهددين. يعرف روحاني أن المرشد حمل على الأشرار لنركب موجة الاحتجاجات، لكنه يقول في سره أن هؤلاء الأشرار هم أبناؤنا. جيل جديد هنا وهناك وهنالك، شبان وشابات شحذت الهواتف الذكية ووسائل الاتصال أحلامهم ومخيلاتهم ومطالبهم وشغفهم. لا يحبون كتبنا ولا يقرؤون مخاوفنا ولا يحترمون الخطوط الحمر ولا يخافون الاستبداد ولا يتقبلون العيش في دولة فاسدة متصدعة، لكن هؤلاء الأشرار هم أبناؤنا. إذا حدث وفزت بجائزة اليانصيب، ترى ماذا ستفعل؟ هل ستسعى لتحقيق أحلامك أم مهما كانت؟ حسناً، هذا الرجل الذي فاز بجائزة يانصيب فعل ذلك وفقاً لموقع عربي 21. انتهى مواطن اسكتلندي من إجراءات شراء ناديه المفضل بعد فوزه بجائزة يانصيب يور ميليونز، واشترى معظم أسهم النادي وملكية الأرض التي يقام عليها ملعبه. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية كولنوير، المشجع المخضرم لكرة القدم الاسكتلندية سيعيد عائدية الأرض إلى نادي باتريك ثيسل الذي يلعب في الدوري الاسكتلندي الممتاز. كولن يخطط لإهداء ملكيته إلى مشجعي النادي في العام المقبل، وستوزع حصته البالغة 55% من أسهم النادي على مجموعة من مشجعي النادي، يجري إعدادها وفق نموذج ويل سويستي في ماثرويل. وقد استثمر وير نحو 2.5 مليون من مجموع 161 مليون جنيه استرليني التي ربحها في اليانصيب في عام 2011 في نادي غلاسكو، وقدم سابقا مبلغ 6 ملايين جنيه استرليني لإنشاء أرضية جديدة للتدريب. لكنه سحب دعمه في أغسطس ملمحا إلى شكوك اكتنفت عملية شراء النادي من تجمع استثماري أجنبي. وسيشكل مجلسا مؤقتا من رجال أعمال ذوي خبرة وممثلين عن المشجعين، بينما تشكل مجموعة عمل بشكل مشترك من هيئة أمناء النادي ومنظمات لتشكيل هيئة تتسلم ملكية الأسهم. نفقت آخر أنثى وحيد قرن سومطري في ماليزيا بعد أن كان هذا النوع من وحيد القرن منتشرا في أنحاء آسيا، ويعيش في مجموعات صغيرة معظمها في إندونيسيا. وعنوان موقع روسيا اليوم: ماليزيا، وفاة آخر أنثى وحيد قرن سومطري بالسرطان. وكانت الأنثى الأخيرة النافقة ماتت عن عمر 25 عاما متأثرة بإصابتها بمرض السرطان في ولاية صباح الواقعة بجزيرة بورنيو، حيث كانت تتلقى رعاية في محمية طبيعية منذ 2014. وقال أوغستين توغا مدير إدارة الحياة البرية في ولاية صباح إن موتها جاء أسرع مما كان متوقعا. وأعلنت ماليزيا أن وحيد القرن السومطري قد انقرض منذ عام 2015، علما أن آخر ذكر قد نفق بماليزيا في شهر مايو 2019. الكاتب اللبناني سمير عطلة كتب مقالا عن رجل عاش في صنعاء وألف كتابا مهما عن العرب وأصبح مرجعا لكل الدارسين. وقال الكاتب في الشرق الأوسط: أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن تناقص كثيراً عدد المستشرقين والمستعربين كما كان عليه من كثافة في القرن 19، وذلك لأسباب عدة، منها تقدم الوسائل وإنشاء الكليات المتخصصة في جامعات الغرب. فلم يعد من الضروري دائماً أن يذهب الباحث بنفسه إلى الجزيرة العربية أو الخليج أو تلك البلدان التي كان يعتقد أنها تقع في أراضي المجهول. البريطاني تيم ماكنتوش سميث واحد من المستعربين الجدد الذي شغفه الإسلام وسحره التاريخ العربي، فلم يكتفي بالعمل من بعد فأشهر إسلامه واستوطن صنعاء، حيث يعيش في منزل من منازلها القديمة ويستطيع أن يرى من نافذته ميليشيات الحوثيين تعبث فساداً وخرباً في إحدى محطات التاريخ. أصدر سميث أخيراً كتاباً بعنوان العرب، 3000 عام من تاريخ الشعوب والقبائل والإمبراطوريات عن دار جامعة ييل، ويقع في 630 صفحة. يبني سميث قاعدة الكتاب على أساس أن العرب والعروبة سرها اللغة وقوتها، ويستذكر قول المسعودي: لرواية التاريخ العربي تشبه صنع عقد من الحجارة الكريمة، خيطه واحد
هو اللغة، وكان يقال في بغداد القديمة أنه عندما نزلت الحكمة من السماء نقلتها عقول اليونانيين وأيدي الصينيين وألسنة العرب. وفي العصر الحديث قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي أن العرب خلافاً للشعوب الأخرى لا يسكنون أرضاً بل لغة. أفكر بالعربية، إذن أنا عربي، كما قال العلامة اللبناني الراحل عبد الله العلايلي. يحاول سميث في كتابه الممتع من دون الالتزام بالنسق الأكاديمي أن يتجاوز اثنين من كبار المؤرخين بالإنجليزية، هما الدكتور فيليب حتي والدكتور ألبرت حوراني، ولعله تميز في الانتباه إلى بعض القضايا لطبيعته كأجنبي لم يلتفت إليهما المؤرخان الكبيران. فهو يلاحظ أن الإمبراطورية الإسلامية امتدت من أسبانيا إلى السند، غير أن اللغة العربية لم تفرض كلغة رسمية إلا زمن الخليفة مروان عبد الملك. صحيفة واشنطن بوست نشرت صورا لحيوانات وأخرى متنوعة من مختلف أنحاء العالم. نتابع. عندما خاف المبدعون من السجان ومن مقص الرقيب ومن أعين السلطات الدكتاتورية، ذهبوا إلى الألوان والريشة ورسموا آراءهم ومواقفهم، وأصبح يعرف ذلك بالكاريكاتير. هذه مجموعة مما نشرته الصحف اليوم. نتابع. أخبار وصور ورسوم. وصلنا مشاهدينا الكرام وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.